السلام عليكم البنات. اليوم بغيت ندير معاكم واحد الفكرة، بما انه العطلة راهي كي جاية الأولاد، راح ندير خممت ندير قدام فيديو فيه حوايج هكا نخدموهم في الدار الأولاد، نبعدوهم شوية على التلفزيون، على لي طابلات والتليفونات، وحوايج ديروهم معاهم يسمى تفوتوا بهم الوقت. اليوم حنخدم معاكم هذا الميكروات، كل كنا صحفيين كي كنا صغار راكم تعرفوا. وش حنحتاجو؟ راح نحتاجو اوراق هذوك ملونه لاصقه، نحتاجو ورق الالومنيوم، انا درت هذو لي بونبون هكا كانوا عندي زوج، مسدس الشمع، وهذاك اللي يبقى انا بابي الومنيوم، وعندي بلوطه هكا صغيره. اولا راح نقسم هذاك الرولو، راح ندير زوج، حنخدم واحد للطفله وواحد للطفل. تخيروا الالوان اللي بغيتوهم ولا اللي بغاوهم الاولاد. هنايا العرض تاعو راهو جاني قد 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 هذاك التوب، نبدا نلصق فيه. نجيبوا الورق تاع الالومنيوم نقصوه، ونجيبوا هذيك الكوريه ولا حنا نقولوا البلوطه، ندخلوها ونبداو ندوروا هكا عليها بلا عقل باه ما يتقطعش. بالمسدس تاع السيليكون نلصق، ندير على الحواف تاع هذاك التوب اللي درتو، ونحطو هكا نحكمها شويه ثواني، نلضها هكا ونخليها يثمثم تلصق لكم. راح نجيب هذوك لي بونبون زعما من ثم يشعل ويطفى هذاك الميكرو. تقدروا في التزيين ديروا واش بغيتوا، ديروا الافكار اللي بغيتوهم، تقدروا تزينوا حتى بالورق بعد نفسه، ديروا هكا دائره صغيره به ولصقوها نورمال. التزيين اختياري والالوان اختياريه، ابدعوا تخيلوا. درت هنايا شريط وقصيتو هكاك شغل مثلثات من فوق. كيما راكم تشوفوا لصقتو في الجهة التحتانية. تزيين برك، هذا التزيين كما قلت لكم اختياري. بالنسبه للميكرو تاع الطفله درت هذو واحد الزهرات سمسمات هذوك. دورت عليها هكا الدبلة، هذه هي النتيجة. إن شاء الله تعجبكم وتجربوها لولادكم، خير مما يظلوا يعني في الإلكترونيات، نبعدوهم شوية يلعبوا بحوايج كيما لعبنا حنايا، بحوايج هكا يديروا الخيال تاعهم، ينميوا الخيال هكا، يبعدوا شوية غير على الإلكترونيات هذوك. وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.